أول مرة قلنا كتير متحمسين. أنا أكثر. بس بنشد شعر بعض لما نتخانق، يعني كارثة اللي بيصير. فكرة حلوة بس لساتني صغيرة. نارين بيوتي وشيرين بيوتي، أهلا وسهلا فيكم على السريع. هاي أول مرة قلنا كتير متحمسين. Thank you so much. أنا يعني هي أول مرة اللي بجي على هيك إيفنت وكبير وشي ضخم. We're so excited. ازاي اخذتوا وقت لحتى تجهزوا؟ نحن قررنا نجي على الايفنت امبارح الصبح، سو كان عندنا يوم واحد لحتى نلاقي فستانين ونحجز شعر وميك اب ودنيا، وهي عملت اظافر قبل ما تجي بنص ساعه، ذاتس واي نحن متاخرين واخر ناس بتوصل. ف اربع شيء يوم كامل. لما بتتخانقوا مين بتبادر بالصلحه؟ وما في صلحه، بس نتصالح صراحه. ولا مرة كثير جي أخوي إنه نحن ما بنتصالح، بس بنحكي مع بعض من ولا شيء، بس بنشد شعر بعض لما نتخانق، يعني كارثة اللي بيصير. لما تكونوا متخانقين بتستعيري الشوز تبعها أو جزدانها؟ طبعاً أنا أكثر، لأن نارين دائماً بتروح بيجي هيك أغراض وشوبينج تعمل، فأنا يعني مستفادة أكثر وحدة من العيلة. بس الهيلز اليوم شيرين منور الهيلز. الهيلز إلها لنارين. مين فيكم بتصمد مصاري أكثر؟ ولا وحدة منا أتوقع. بس أنت. أنا أكثر. أنت مور ريسبونسبل. شو رأيك تبلشي ريسبونسبل انت كمان؟ فكرة حلوة لساتني صغيرة. يا ترى نارين بيوتي حتكون ممثلة بيوم من الأيام؟ Actually we did a short movie بالسويد، بس I don't mind إذا إجاني دور حلو ومع مخرج شاطر وهيك، why not maybe. معقول ممثلة بالدراما السورية؟ والله I would love to مع باسل خياط. I love him. طب لو اعطيناكي خيار انك تكوني هيك نرجع فلاش باك بالزمن وتكوني باحد المسلسلات السورية، اي مسلسل تختاري؟ صراحة كسر الخواطر. والله بحس كثير حانبسط بالتصوير وكذا وهيك، فياس حضرته كذا مرة. خبرونا نارين قد ايه انت حقيقية مع اللي عم يحضروكي؟ يعني انا اذا بحضر كل فيديو تبعك بس خلصهم رح اكون بعرفك ولا لا؟ طبعا يعني انا ما حقول لك شغله، الناس بتفكر انه في عالم بتفرجي شخصيه ثانيه مختلفه عنهم، بس الفكره انه نحن 24/7 عم نصور، عم نشارك حياتنا مع العالم، فما فيني ضلني يكون فيك طول الوقت، خلص لازم اكون انا. توصل لمرحله انه يور بوستينج وات ايفر يور دوينج بنهارك وهيك، سو اي ثينك لازم اسال العالم. انت شفتني بالمطعم؟ انت جاوب. في سؤال انا بساله لحالي in a positive way، وفي كثير عالم بتساله in a positive و negative way. ليه مشهوره نارين؟ لانه حلوه، لانه مرتبه، لانه فن، لانه عفويه؟ شو هو السبب الاساسي لشهرة نارين؟ كل شيء قلته ما بعرف. اذا انت بتقولي عن حالك انا اختها، فيني اقول انه عفويه وطيوبه، وانت حالك يعني you're not fake وحلوه. حلوه صح. Thank you. اليوم لكل البنات اللي عم يحضروكي، وانا بعرف عدد المراهقات اللي عم يتابعوكي بالثانية عدد هائل بكل انحاء الوطن العربي، صدقا نارين بدي نصيحة منك لإلهم تغير بحياتهم. لما تفيقوا من النوم، بالنسبة لإلي هي هذا الشيء انا بعمله بحياتي، صرت اعملوا الشيء بيومكم اللي هو بيسعدكم انتم، لانه ارضاء الناس غاية لا تدرك، فعيشوا يومكم إن هو إلكم، اكتبوا قصتكم لحالكم مش قصة غيركم أو whatever makes others happy. So yeah. أنت انصحينا. لا معلش أنا لسه أنا باخذ نصيحتك لساتني صغيرة. بعد 10 سنين من اليوم وين رح بتكون نارين؟ بمكسيك عايشة هنيك maybe. بحس هيك بشي مكان حلو بجزيرة بشي. وين بتوقع تكون نارين بعد 10 سنين؟ قلب البيت. اتوقع نارين بايطاليا. تمام. ايه متجوزة واحد ايطالي وبتكوني هيك عايشة حياة ايطالية كلياتها. بتحبي ايطاليا انت؟ ايه بحب ايطاليا. سو 10 years من هلا نارين بايطاليا. اي ثينك عرفنا التارجت. بتقبلي تتزوجي من حدا من غير الجنسية العربية؟ هلا اذا الانسان اللي قدامي بيحبني وبيحترمني وبيقدرني، اي دونت ثينك حيكون في عائق اذا هو من غير دولة او من غير جنسية. فاين. الواتساب تبعك إذا فتحناه اليوم وين آخر كلمة بحبك بنلاقيها؟ ماما قبل ما أجي قلت لي بحبك. ما بدنا بالماما. لا شيرين أختها. شو بقى؟ ولا شيرين. ما هو؟ ولا أخوها. الثاني اللي بالبيت جلال سدرة.
والله اي دونت نو زمان يعني القلب عم يدق هلا ولا لا؟ لا بس شو الصدفة انه كلكم انتم المشاهير ما حدا قلبه عم يدق غير لين وكريم؟ كلهم روبوتات ما شاء الله ما في حدا هي هي الحب يجيب وجع القلب سو بلا هاي نصيحة حقيقية بتقوليها لي لا لا الحب حلو انا مع الحب بس انه احيانا بيجيب وجع القلب فاذا انا حياتي اوريدي داخله ببعض حاليا ما في داعي اضيف عليها مصيبه ثانيه فحاليا بدون حب ختاما نارين بدي منك كلمه كثير حقيقيه بتخص اللي عم يتابعوك من الفئات الصغيره هل بتتخيلي بانه اللي عم يتابع اليوم بينتقدوا البعض انه اي كل متابعينهم مراهقين بس انا وجهه نظري انه اتس بلس لانه هدول المراهقين رح يكبروا معكم بتحسي اللي عم يتابعك اليوم حيتابعك بعد 10 سنين هل بتحسي انه جمهورك عم يكبر معك اوكي هذا الشيء على طول رفقاتي اللي حوالي بيقولوا لي اياه انه من 5 يعني بشوف مسجات العالم انه نحن بنتابعك من 5 سنين او هن كانوا اصلا يتابعوني قبل يعني لما تابعوا شيرين قبلي لانه هي بلشت قبلي ففئه منهم ايه بتضل مهتمه بالشيء اللي عم نعمله وفئه منهم بتغير اللي بحبوه فبيحضروا غير اشياء تفرق انا يعني اي ثينك بيكبروا معكم بس كل شيء بيتغير ما في شيء بضل على حاله ف يعني بتحبي انه العالم تكبر معي طبعا هي نعمه الحمد لله يعني ما بعرف اتس نايس انك عندك عالم بتتابعك وبيدعموك وبيحبوك ويعني هن ما عم يكبروا معي نحن نكبر سوا يعني انا اول ما بلشنا كان عمرك 13 انا عمري 16 واليوم 22 ب 18 فصلى زمان نايس هابي شكرا كثير لكم بدي اتمنى لكم كل التوفيق بمكم تحيه للمتابعين وياك متابعين وياك وي لاف يو لاف يو جايز